أعلنت وزيرة الاقتصاد بولاية بافاريا الألمانية إلزا أنجر أن 90% من اللاجئين غير مؤهلين لسوق العمل في ألمانيا ولا يحملون أي مؤهلات تمكن من دمجهم في سوق العمل الألمانية. وأضافت أنجر أن العقود الخاصة بالعمل والعمل المؤقت ينبغي أن تقلب رأسا على عقب على خلفية أزمة اللاجئين، لأنها تنتمي لزمن لم يكن التنبؤ بالتحديات الجديدة ممكنا فيه.